الاستاذ عبد الله بترجي نائب رئيس نادي الاهلي، نقدر نقول هارد لك اليوم التعادل؟ الحمد لله على كل حال. طبعا ما تقدر تقول هارد لك، لان احنا افترض المباراه نتيجتها للنادي الاهلي. اول كنا نطالب بضربات جزاء، اليوم نطالب باهداف ملغيه، وهذا طبعا حياثر كثير على نتيجه الفريق، وبالاضافه انه بياثر في الفرق اللي يعني بيكون مؤثر على الفرق الاخرى برضو من خلال اللعب. ما اعرف ايش اقول لك، بس انه اليوم الموضوع الامر صار اكثر من واضح. الموضوع يعني ما نعرف نطالب مين، لو اليوم نطالب تدخل مين ما نعرف. يعني اليوم خلاص يعني ضربات جزاء موجوده، اهداف تدخل المرمى وما، والحكم يتغاضى عمدا عن انه يشوفها، انه في علامات استفهام كثير. الجمهور ما يرضيه، لا انه انا اطلع طالب ولا رئيس النادي انه يطلع يطالب في شيء راح. الجمهور يبغى نتيجه المباراه، ونقدر الشيء هذا لانه ما حضروا الا يبغوا نتيجه المباراه. لكن ما اعرف ايش التبرير اللي ممكن يكون عند اي 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 اي, أي لجنه موجوده في الاتحاد السعودي على اللي صار اليوم. استاذ عبد الله، يعني نقول بين قوسين في تعمد من حكم المباراه؟ انا بالنسبه لي لما يكون هدف داخل الشباك ما يحسب، اشوف انه متعمد، ما يبغى اصلا، ما احتاج اني ابرر في اي شيء ثاني. اللي بيبرر لشيء ثاني بيحاول انه يبرر لاخطاء من عمل لجانهم، وهذا الشيء اللي احنا كنا من بدايه الموسم احنا نحذر، لكن تطور الموضوع لاكثر من المتوقع. يعني مستقصد الاهلي لما يحرم من هدف، احنا نشوف انه مستقصد، ما عندنا اصلا اي شيء ثاني. اعطيني هدفي، بعدين نقول شوف، بعدين انا حاسب نفسي وانا حاسب لعيبتي، لكن انك تجي انت بتحاسبني ولا يجي الحكم هو اللي بيحاسبني على مستوانا، ما طلبنا منهم شيء. احنا طلب ان حقوقنا تحفظ داخل الملعب ومن حكم المباراه. كان الحكم ما كان في مستوى المباراه، احنا نطالب برضه زي ما طلبنا في المرداس، نطالب في هذا الحكم انه ما نبغى يحكم لنا اي مباراه. لا، ماني جاي على وتيره التحكيم. انا اقول لك اليوم عندي اهداف ما دخلت داخل المرمى، وشفناها في الاعاده، وعندنا ركله الجزاء اللي مع عمر السومه، والحكم لا ارى لا اسمع. ايش المطلوب اني اسوي؟ انزل انا العب بدل اللاعبين، ولا اللاعبين نزود عدد اخر؟ ما العب انا بعدد والفريق اللي قدامي بعدد، اكيد ما بجيب نتيجه المباراه. لو تنزل، لو اسجل 1000 هدف وبلغي. طيب حيكون في يعني خلينا نقول في خطاب حيوصل للاتحاد السعودي على اللي حصل اليوم في التحكيم، خصوصا انه حضر المباراه اليوم عمر المهنا، وكان في ارضيه الملعب. عمر المهنا من اول مباراه حضرها في مع الخليج في نفس المباريات هذه في الدمام، وكانت في نفس اللغط اللي صار في مباراه الخليج في الدمام، اليوم يتكرر وبحضور عمر المهنا. هذه الميزه، يعني ما حاضر وشايف الدور الاول والدور الثاني. ما حتتخذون اي اجراء؟ والفائده؟ اعطيني الفائده بس. ما في فائده، قضايا رفعناها ما حد رد، انتقدنا تحكيم جاء لغى اهداف. ما عندك، ما في، ماني مترجي شيء، ماني مترجي الا الرجال داخل الملعب انه لسه ما زالت عندنا الفرصه ان احنا نفوز، واذا فزنا ان شاء الله احنا ابطال دوري، نفوز يعني نقول مباريات. نقول يستو خلاص من الاتحاد السعودي، من لجنه التحكيم؟ من زمان، ما من اليوم، من زمان مخلصين احنا. بالتوفيق استاذ. زودوها بهروها على ما قالوا. الله يعطيك العافيه.